الطعبيه الحبل في مدينه كازا في هذا الشهر المبارك اللي هو شهر رمضان، وقصدت هاد جوج دراري هادو وطلبت منهم باش انهم يقدروا يعاونوني باش نلقى فين نفطر. واش هاد الدراري هادو عاونوني ولا ما عاونونيش؟ هاد الشيء هذا اللي غادي تشوفوا في هاد لا فيديو. فما عليكم الخوت، هاد لا فيديو بغيتكم توصلوا ل 20000 لايك، تايق فيكم وعارفكم غادي توصلوا. وشكرا بزاف للناس ديال كازا على حسن الاستقبال وعلى حسن الاستضافه. فرجه ممتعه الخوت. بيس. السلام عليكم. وي مزيان هيا هيا ماشي بخير؟ هاني مزيان. الله يحفظك. الله يكبر فيك. خوتي انتم ولاد كازا؟ الله يسهل عليكم. خوتي المغرب هادي فهمتي، خوكم براني وتقطع بيا الحبل هنايا، ما عنديش فين غنفطر. درتو تتعاملوا مع خوكم شي لعيبه اللي بغيتو، ما عنديش المشكل. عندك فين تفطر كازا؟ والو ما عندي حتى شي حاجه. دابا جيت انا واحد الصديق ديالي عاودكم بحال الا بحال غتحضروا عليها بعينيكم. جيت انا واحد السيد غير باش نقلبوا هنا على خدمه فهمتي، وهذاك السيد قال لي غيزيد فهمتي، غيزيد كلشي على حسابي الترونسبور روينه. فاش وصلنا لهنايا هو مشى عند صاحبته ولا ما عرفت فين مشى، خلاني انا محسر هنا. قال لي غير تسناني انا نمشي غير نتلاقى معاه فهمتي دغيا وغادي نجي. واحد شويه صنع لي قال لي غير اسمح لي راه ما غاديش نجي حتى الغدا عاد غنجي. قال لي انت اللي كتعرف شي واحد تما في كازا ولا؟ دابا انت شنو خاصك دابا؟ غير فين نجلس زعما غير هذا النهار هذا ولا؟ انا موالين الدار. اللي موالين. فهمتك. انت داوود خاتي داك الشيء علاش؟ انت هو قال غير ضيف ولا ما؟ لا لا خاتي ساكنين هنا داك الشيء. هو مش قدر مش بغيت. اما انا الوالد دويتي معاه الدار الدري محنزه ما تقدرش بغيت. فهمتي انت مازال شكار فيه بالروينه. وين لا ربما عاوتاني يقدروا يكون عندكم خوتكم بنات ولا ربما الوالد ما يبغيش. عندك خوت دريين. داك الشيء داك الشيء. يقول لك واحد براني مع كتقول ما عنديش مشكل خليكم لاكارت ديالي، ما عنديش الجرام ديال المشكل اخويا. لا هاني حنا هاني في كازا عندي ديك لاكارت هو عاد الثقه تكون وصافي فهمتي. فهمتي دابا هذا هو الاشكال. دابا حنسرني هنا انت كتشوف الصحبه قال لك زعما اجي نمشي نقلبوا على خدمه والروينه فهمتيني؟ حتى نعيط شويه. خذ راحتك الله يستر عليك فاطمه. اسمحوا لي يا الشباب الله يكبر بكم فاطمه، انا خلاص ولد مكناس فهمتي. جينا لهنا زعما نقلبوا على راسنا نشوفوا شي خدمه. انت انت كتشوف اخي الزين. والمغرب هادي اسمحوا لي شديتكم الدراري. كنت واقيلا طالقين رجيلاتكم. كدا غادي نمشي. الو دابا بخير؟ صعب انا شويه ونجح شويه. قول لي واحد الدري ياك المهم راه في الدرب بان لنا محنسر كذا. شوف مع الوالد بغى يبقى معنا مشى ياكل وغيمشي هو. راه ما الدري بعقله راه كبير مشى شي واحد راه خلاه تحنسر هنا وصافي مشي معنا. لا ساكن بعيد ممكن ساكن بعيد قال لي الديره ساكن بعيد. معنا هو دابا كيف بلاتي بلاتي مازال ما سالاش هذا الفيديو هذا. الا وصلتي حتى لهاد اللقطه هذه ما عليك الا تدخل الانستغرام ديالي اللي هو هذا، صيفط لي الافكار ديالك. فدونك دابا كمل الفيديو حتى الاخر. يلا صافي ان شاء الله سير على هاي قد لي جيبو ياه قلت لي مويك بعدا ما يباش ما والو. لا لا ما غنباتش اخي. قلت لي جيبو قلت لي مرحبا بك الله يسهل عليك. غناكلو غادي تاكلو بعدا. لا لا ما عنديش مشكل. شوف غير هاد لوجيست اللي درتي صافي حيت دابا فهمتي. دابا انا بقى في فهمتي يعني دابا انتوما درتوا هاد الخير هذا ربما مشيو شي مدينه. احمد الله جي شي بكري قبل ما يعدل المغرب. ما تلقاش عدل المغرب مرة مقطوعة. عبد الله جي هذايا شفت فهاد الوقيته بقى ديك ربع ساعة. داك الشيء داك الشيء راه خويا بقى فيا العام. انت كتشوف زعما الصحبه قال لك والروينه اشكون معنا دابا شويه بمي. حنا دابا ماشي مشكل حنا كنتجمعوا كاع. دخل وتا كيادك انت كتاد النيشه كتدخل النيشه في الماء كلشي موجود فوق الطبله. في سرع الله سرعتوها كاع. الله يرحم لكم الوالدين اخوتي. تماكم الله بعدا انت مصطفى ان
تشرفين اخويا زيزو زيزو كتقول لي زيزو بغيت خدمتي انا بغينا نخدموا اخويا انا بغينا نقلبوا شي خدمه ما كتعرفش انت شي واحد اخويا انا حنا دابا حنا كنقلبوا على الله والله الا حنا كنقلبوا على الله قول لي البراني جاي يخدم هنا ومالي ما لقى والو كتشوف واخدين انا حاجه كاين اخويا افارق نخدموا لك كلشي نخدموا لك النجار نخدموا لك الالومنيوم نخدموا لك وعلاش زعما دوك المغاربه اللي مخدمين لافريقيا ما يخدموش ولاد بلادهم وانت تشوف اخويا تقول لك هو عنده اللغه عنده شي حاجه وقال زعما راه جاي النيت هذاك كيتمر عليه النيت فهمتيني غير المال اللي ما يقول لي لا لا كذا لا جاي فهمتي جاي غيخدم ما يقولش احسن ما يقولش فهمتي 1500 عنده الربع واخا حرت عليه ما يقدرش واخا حرت عليه يقول لي والو حيت ما عندوش من غيجيب ولا خدم مغربي حرت عليه غيمشي يهرب له بحال ما شي حاجه يزيدوا على حقه يقول لي خلص راه ضربوا النفس هذه انت عارف انا بغي ندير شي حاجه ديالنا الصراحه شي بروجي ديال كلش انا كاين اللي يقول لك نوض بكري سير تخدم لا والو انت كتشوف هنا اخويا قارينا الباك الدبلومات الروين انت بحالي شتا انت احنا نمشيو ديك البطاله اخويا رزق الله شوف الرزق في يد اللي خلقنا انت كتشوف انا ما كنت عوال كاع عليها انتوما تصرفيتوني بنادم ما عندوش صاحبي وكتلقى الخيف برا ما كتلقاش اللي كتعرف رمضان والله قليل قليل واحد النسبه قليله واخويا شو الناس الكبار ما يشكوا فيك اقول لك هذا شو هذا فهمتي اللي يجونك كامل اللي قدنا بحال عارفين بحق هادشي عارفين هاك انت يلاه بحال كيجيك الجوع كتشوف شي ناس حدا كعبه هذاك خبيز فيه شي حاجه هاك خو فهمتيني كتطلع نقول لك هاك خو هما كيتعاونوا قبل شي عندك بنادم طوب وحذر طوب وحذر كاين اللي ماشي كاين اللي كاين وكاين اللي كيقولوا على كازا خويا الله يعمر راس لها وهدالي هدالي راه كل فرنش كل فرنش كتلقى الواحد كيفاش شوف فين مشيتي حجروا طوب كاين الخايب وكاين الزوين ولكن هنا في كازا واخدين الاغلبيه كلشي زوين علاش شي تعامل عرفتي علاش دابا كازاو فاش تيمشيو لشي مدينه تيخدموا تيخليو صورتهم زوينه تما باش تخدم كلشي بحال هكا تيمشيو تيخليو هذا كبير كطوط 16 ايوا انت فهمت انا خدمت مع كازا واحد الوقيته والله الا خدمت معاهم الله يعمر راسنا وكاين الناس كيخدموا هنا دوك الشلوح اكثر الشلوح كيخدموا سواسا وداك كيخدموا هناك شهر هنا هنا واخدين الخدمه انت كتشوف الحال يا مصطفى المغربيه هي قربت الدنيا انت درت معايا الله يكبر بك الله يسهل الله يرحم الوالدين هي قربت ياك شوف خوتي باش نجيكم الصراحه انا راه ما تحنسرش ما حتى شي حاجه ما تقطع بيا لعب ما تلعبه انا غير ولد مكناس كندير داكشي الفيديوهات فهمتي بغيت ندير فيها جو واقعي فهمتي درت راسي وكنرحب بك هاني شوف بحال الا درت راسي زعما تقطع بيا لعب هنا باش نشوف كازا واش تخين ولا انا خويا شوف تقطع بك حبل ما يتقطعش مرحبا بك الله يسهل عليك اخويا الحبيب خوتي خلاص هادشي راه تيتصور راه هو الدري شاد الكاميرا راه هو من تحت الشجره بغيتو اخوتي يدوز يدوز ما بغيتوش ما عنديش الكرام عادي عادي وجهكم خلاص يبان ما يبانش وجهكم نغطيه صافي نغطيه مرحبا اخوتي سمحوا لي بزاف واش راكم فروس الله يسهل عليكم الله يسهل عليكم